بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المتجددة مع فتاوى لايف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت. وأبتدئ بذكر موضوع وهو يتعلق بزكاة الفطر. ورد في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فرض، كما روى ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فزكاة الفطر هي واجبة على قول جمهور العلماء، وهي من الواجبات التي افترضها الله تبارك وتعالى علينا. فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على الكبير والصغير وعلى الذكر والأنثى من المسلمين، وفي رواية وعلى الحر والعبد من المسلمين. إذن هكذا بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجب علينا أن نخرج زكاة الفطر، وقدرها النبي عليه الصلاة والسلام بالصاع. الصاع هو وعاء، هذا الوعاء حيز مكاني، وهو يعادل بغرفة اليدين لمعتدل الخلقة أنه يغرف أربع مرات فإنه يكون صاعا. هذا الصاع لا نستطيع بدقة أننا نحوله إلى وزن، لأننا لو غرفنا تمرا فإنها سوف يكون هناك ثقل، فإذا غرفنا شعيرا فإنه سوف يكون أخف من التمر. إذن يختلف من شيء لآخر، فلذلك اختلف العلماء في تحويله إلى ميزان أو الموازين، كم قدره، فبماذا يحسبونه؟ هل بحساب التمر ويكون ثقيلا، أو يكون بحساب الشعير أو البر؟ فاتجه بعض الفقهاء إلى أن حسابه يكون من خلال البر الرصين أي الجيد، فقدروه وخرج بما يعادل كيلوين ونصف. فلذلك لا غضاضة ولا إنكار في حال الاختلاف بين من قام بوزن بيده أربعة مرات يغرف من الرز أو يغرف من الشعير أو يغرف من القمح، فإنه إذا وضعه هذا يختلف عن هذا. لماذا؟ لأن أساساً الصاع هو حيز مكاني وليس هو عبارة عن موازين. فلذلك وقع العلماء في هذا الخلاف الذي ذكرناه، ولكنهم لو أخرج الإنسان صاعا أنه غرف بيده أربع مرات من تمر أو من بر أو من رز مثلا، فإنه يكون قد أدى ما قد فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، سماها النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر، وإشارة إلى وجوبها. فالقول الراجح أنها واجبة، وأما القول بعدم الوجوب فهم استدلوا بحديث الأعرابي الذي أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال، لما سأله ما افترضه الله عليه من الصلاة والصيام والزكاة، فقال لا أزيد عن ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. هذا الحديث لا يتعارض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره له الفرائض العامة، أما ما سواها من السائل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هناك الضيف، هناك حقوق أخرى موجودة لا تتعارض مع قصة هذا الأعرابي، فإنه يسأل عن العموم
ماذا يجب عليه، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام افترضه الله عليه. إذن الراجح بأنها واجبة، ويخرج الإنسان صاعا عن كل فرد من أفراد أسرته. وترد إلينا أسئلة عن الحمل، هل تخرج الحامل عما في بطنها؟ فنقول نعم، تخرج استحبابا وليس وجوبا، وذلك من باب التفاؤل، وكأنه أصبح من أفراد الأسرة. فلذلك استحبابا فإنه يخرج عن الجنين. وقت الإخراج هو أساسه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، ويقصد النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد، يوم عيد الفطر، فنغني الفقراء وتكون البهجة والفرحة والسرور موجودة عند الجميع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ووقت إخراجها أفضل وقت هو بعد أذان الفجر إلى قبل صلاة العيد، هذا الأصل، هذا هو الوقت الأفضلية بالنسبة لها. وكان الصحابة يخرجونها قبل يوم ويومين، وأجاز بعض الفقهاء أنها تخرج من بداية شهر رمضان. وقد أفتت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجواز إخراجها قبل أكثر من يوم ويومين، لا سيما في ظل الأحوال التي نعيشها، فيجوز إخراجها قبل ذلك، أي قبل يومين. فنذكر بزكاة الفطر، بأن الإنسان يخرج عن نفسه وعمن يمون، عن زوجتك، عن أولادك، تخرج عنهم زكاة الفطر، وقدرها كيلوين ونص من الرز. وإن كنت تريد أن تخرج نقدا، فقد اختلف العلماء في مشروعية إخراج الزكاة نقدا، فمنهم من قال أنه يجب أن تخرج عينا، يعني لابد أن تكون من قوت البلد، كالرز والتمر والقمح ونحو ذلك. وبعض الفقهاء أجازوا أنها تخرج نقدا، فهي من مسائل الخلاف، ومسائل الخلاف لا يكون فيها الإنكار. لذلك من الخطأ عند بعض الدعاة أنه يتناول مسائل الخلاف وينكر فيها كما ينكر في مسائل الاتفاق. والصحيح أنه بالنسبة لمسائل المسائل المختلف فيها، فإنه لا مانع من الحوار، لا مانع من تبادل وجهات النظر، لا مانع من أن الإنسان يبدي ما لديه، لكن في حالة الاختلاف فإنه لا ينكر بعضنا على بعض، فلا إنكار في المجتهدات. إذا كان اجتهاد من اجتهادات العلماء المعتبرين فإننا لا ننكره، إذن ما كان مخالفا لشريعتنا ننكره، ما كان مصادما لنص من كتاب أو سنة. بالنسبة للزكاة، زكاة الفطر تخرج في بلد البدن، فحاليا نحن في الكويت نخرجها في الكويت، ومن كان في بلد يخرجها في بلده، ولكن لو أخرجها خارج بلده فإنها تصح في كونه قد أخرج زكاة الفطر وقد أغنى الفقراء في هذا اليوم، وتكون للفقراء المسلمين، إذن للفقراء والمساكين، ولا يكون لغيرهم، فلا بد أن يكون من الفقراء المسلمين. فإذا كان كذلك فإنه يعطى من الزكاة، زكاة الفطر، فيخرج الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته، ويعطيهم من الزكاة، زكاة الفطر، وإن كان نقدا فيعطي دينارا. واليوم مع وجود هذا الحظر، فالإنسان بإمكانه أن يعطي الخدم الفقراء، يعطيهم نقدا، فإذا كان هناك حراس مثلا فقراء فتعطيهم من هذا الطعام، وهكذا. فيكون الإنسان بذلك قد أخرج زكاة فطرة،
وبالنسبة للفقير فإنه عنده ما يكفيه في هذا اليوم يوم العيد ويكفي عياله. زكاة الفطر هي مصلحة للباذل والآخذ. الباذل يستفيد بأن الله سبحانه وتعالى يكفر عنك الخطايا والسيئات وما وقعت من ذنوب في هذا الشهر أو تقصير. أحيانا لا يكون الإنسان في ذنوب ولكنه قصر في عبادة أو قصر في قيام أو قصر في قراءة القرآن أو قصر في أي عبادة من العبادات، فيكون طهرة للإنسان. فلذلك نحرص على أداء زكاة الفطر. وبالنسبة للآخذ فإنه يكون إغناء ولا ينشغل في يوم العيد، وهو يوم فرحة وبهجة وسرور، وهكذا ينبغي في بيوتنا أن نجعل هذا اليوم بهجة وفرحة وسرور، وأن نتوسع في الطعام في هذا اليوم، فلا يكون الطعام المعد ليوم العيد كغيره من سائر الأيام، وإنما يكون هناك توسعة. التوسعة أن يزيد الإنسان في هذا اليوم ويقوم بوضع ما يكون فيه توسعة على نفسه وعلى عياله بحسب اختلاف الموائد، فليس هناك شيء معين وإنما يختلف باختلاف موائد الناس، فيكون هناك التوسعة. ندخل الفرحة والبهجة على الفقراء وعلى أهل بيتنا، ويخرج الإنسان عن نفسه وعمن يمون. وإذا كان هناك يتيم قد كفل نفقته طوال الشهر فإنه يخرج زكاة الفطر عنه. بعض الناس عنده أشخاص يقوم بالنفقة عليهم، وهو ما يسميه العام اليوم الكفالة، كفالة اليتيم. كفالة اليتيم في الشريعة الإسلامية أن تضمه إلى عيالك كما قال الإمام النووي في شرح مسلم، وهو أن يضمه إلى عياله، يعني تقوم برعايته والسهر على راحته، يعني توفر له البيئة المناسبة، ليس فقط أنك ترسل نقودا، لكن في إرسال النقود هذا يسمى النفقة على الفقير، فقد تقوم بالإنفاق على أو يتيم، تنفق على يتيم، ممكن تنفق على أرملة، ممكن تنفق على فقير. فموضوع النفقة بابها واسع في شريعتنا وأجرها عظيم في ديننا، أن الإنسان يقوم بالبذل لليتيم. فمن كان قد تكفل بنفقة يتيم أو أرملة أو مسكين طوال شهر رمضان فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه، وذلك لأنك أنت تحملت نفقته وأكله وشربه والشرب له، فلذلك أنت بالنسبة لك تقوم بإخراج زكاة الفطر عنه. فاليتام الذين ننفق عليهم ما يسميه العام اليوم كفالة اليتيم خارج البلاد، فهذا نخرج زكاة فطرهم. وكذلك بالنسبة للأرامل نخرج زكاة الفطر، إذا تكفلنا بأسر نخرج زكاة فطرهم، وهكذا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدوا الفطر عمن تمونون. إذن بهذه الصورة نكون قد أدينا زكاة الفطر، وبذلك حققنا المصلحة لأنفسنا وللفقراء، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. حاليا أخذ الأسئلة التي وردت، بإمكانكم الإرسال على الهاتف الذي تعلنه وزارة الأوقاف، لأن الأسئلة بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت. يقول السلام عليكم، هذه السائلة: وأنا نائمة فتحت عيني فجأة ولا أقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا، لا أشوف الساعة 12 وشيء أقوم أصلي الظهر. يعني بالنسبة لتفسير الأحلام هذا البرنامج ليس مخصص لذلك، فإن شاء الله ما أقول الخير.
السلام عليكم، أنا علي قضاء 6 أيام، هل إذا صمت 6 من شوال تسقط هذه الأيام؟ ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فتصوم رمضان، بعد صيام رمضان تصوم 6 من شوال حتى تخرج من الخلاف، صم القضاء ثم صم 6 أيام، أو تصوم 6 أيام ثم تصوم القضاء خروجا من الخلاف. ولكن أحيانا يكون الإنسان بسبب مرض أو نحوه، فإنه يكون قد أفطر 25 يوما بسبب مرضه، الحامل مثلا أو النفساء لم تطهر إلا في يوم 25، فهي لو تقضي في، لو قلنا بأنه يجب أن تقضي ما عليها ثم تصوم 6 من شوال ما استطاعت، لأن عليها 25 يوم، والشهر إما يكون 30 أو 29 يوم. إذن بالنسبة للإنسان إذا كان عليه قضاء يقضي أولا إن استطاع، وهذا على سبيل الاستحباب. فإذا كان عليه، إذا لم يكن عليه قضاء ويريد أن يصوم 6 أيام، فهنا يصوم 6 أيام، لا مانع أن يجعلها سردا يعني متتالية، أو تكون مجزأة بحيث يصوم الاثنين والخميس بنية 6 من شوال، لا مانع من ذلك. فهذه أيام كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على صيامها. إذن ما يتعلق بصيام 6 من شوال تكون بنية 6 من شوال وليست بنية القضاء. ولكن من قضى في شهر شوال يرجى له أنه قد نال أجر 6 من شوال، يرجى له. أرأيت لو أن الإنسان عليه قضاء فصام هذا القضاء وهو في مكة، فله أجر المكان، أجر المكان، وهو أن الأعمال في مكة مضاعفة، فالصلاة فيها مضاعفة، الصيام فيه مضاعف، الذكر فيه مضاعف. أرأيت لو أن أحدا قام بالقضاء في يوم الاثنين والخميس، فإنه يوم الاثنين يوم ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ويوم الخميس فكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على الصيام فيه، فيكون في متابعته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام يؤجر. فهنا كون الإنسان يقوم بصيام القضاء في هذه الأيام يؤجر عليها، ولكن يجب أن تكون بنية القضاء، ومن قضى أيامه في شهر شوال يرجى له أجر شهر شوال، لكن من أدى القضاء ثم بعد ذلك صام هذا هو الأولى. يقول السائل: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وهل هناك خلاف فيه؟ نعم، اختلف العلماء في إخراج زكاة القيمة على قولين، فمنهم من منع لا يجوز إلا أن يكون نقدا، إلا أن يكون عينا، والقول الثاني أنه يجوز نقدا أو عينا. من قال بأنه يجب أن يكون عينا استدل بحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من بر وصاع من شعير، وقال بمعنى فرض أي أوجبه. القول الثاني للحناف قالوا بأن يجوز أن نخرجها نقدا، واستدلوا بحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من بر وصاع من شعير، نفس الحديث، ولكن قالوا معنى فرض أي قدر. إذن هو نفس الحديث استدل به هؤلاء واستدل به هؤلاء، لكن بحسب الفهم، وكلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا الخلاف موجود. ولذلك نجد عمر بن عبد العزيز أجازها نقدا، وغيرهم من العلماء قد أجازوها نقدا، فالمسألة محل خلاف بين العلماء. من أراد أن يخرجها عينا فإنه خرج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب، لكن من أخرجها نقدا لا إشكال في ذلك. اقترض صديق لي من فترة طويلة، هل أستطيع اعتبار مبلغ الزكاة من ضمن زكاة مالي أو أعتبره صدقة؟ إذا كان الإنسان أقرض شخصا
وعند وجوب الزكاة على المقرض، فهل يجوز له أن يسقط المال على المقترض ويعتبره زكاة؟ جماهير العلماء بل نقل بعضهم الإجماع بعدم الجواز، قالوا وذلك لأن اللام في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، فالمال هنا لام التمليك أي نملك الفقراء، وليس أننا نقوم بخصم الدين عليهم. هذا قول يعني حتى قيل فيه الإجماع، ولكن هو ليس فيه إجماع، خالف بعض الفقهاء، لكن أميل إلى أن الإنسان لا يقوم بذلك حتى لا يقي ماله، كأنه يجعل زكاته وقاية للمال، فالهدف هو أننا نغني الفقراء. كذلك هذا غني والفقير عليه دين وأساسا لا يستطيع أن يسدد، والواجب أن ننظره إلى الميسرة، فهنا قد حمينا أموال الأغنياء ولم يستفد الفقراء في هذا الموسم، فإن عندهم حاجات من أكل وشرب ونحو ذلك، فلذا أميل إلى القول بأنها لا تسقط من الديون بحيث أنه يسقط الدين، وإنما يجب أن يملكها للفقير. هل يجوز زكاة الفطر عن الخدم الغير مسلمين الذين لدي؟ لا تجب زكاة الفطر إلا عن الخادم الذي تمونه، يعني تتولى أنت مونته، من المسلمين فقط. إذا أعطيت زكاة المال لعمتي عندما عندها ولدين وبنت ومحتاجة، البعض يقول الأقرباء خاصة الوالدين يعطيهم زكاة المال، يعطيهم من حر مالك، فهل هذا ينطبق؟ لا، يجوز بالنسبة لك، يجوز أن تعطي عمتك من الزكاة، بل هي أولى، وليس فقط يجوز، أولى أنك تعطي هذه العمة، وبالإضافة إلى الزكاة تعطيها أمور أخرى تفضلا، لكن الزكاة هي واجبة عليك فتوجهها لهذه العمة، فكيف تعطي أنت الأبعد مع وجود القريب المحتاج؟ أحبكم الله. إذا اشتغل العامل ما يعادل شهر أو أكثر ولم يعطه رب العمل إلا نصف الراتب، والعامل يستطيع أن يأخذ النصف الثاني مما تحت يده دون علم رب العمل، فهل له ذلك؟ هذه المسألة من المسائل التي بحثتها قريبا، وهي هل يستوفي الإنسان مما هو تحت يده من أموال الآخرين أو لا؟ هذه المسألة من المسائل التي يبحثها الفقهاء، وبذلك وقع الخلاف، منهم من قال يجوز له مطلقا، ومنهم من قال بأنه، طبعا من قال يجوز استدل بحديث زوجة أبي سفيان لما قالت إن زوجي رجل، لما هند أتت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن زوجي رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي عيالي، قال خذي منه بالمعروف، فهذا حق له، فأخذت منه بالمعروف، فهذا اتجاه أنه يجيز، اتجاه يمنع، اتجاه قال، أو الفريق الثالث قالوا إذا كانت الأمور ظاهرة كنفقة الزوج على زوجته فيجوز لها أن تأخذ بالمعروف من غير زيادة، فإذا كان الحق ظاهر يجوز لك أن تأخذ بالمعروف، لكن كل ما يؤدي بضرر أو سوء ظن بك فلا تصنع، فيجوز بحدود هذه القصة، حدود قصة هند مع زوجها أبي سفيان. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا عن أبي وأمي وأخواتي البنات لأنهم غير مقتدرين؟ نعم، استأذن منهم، قل لهم بأنك سوف تقوم بإخراج زكاة الفطر عن والدك وعن والدتك وعن أخواتك، فيجوز متى ما أذنوا لك. إذا صم 6 من شوال يسقط القضاء عني؟ لا، يجب أن تنوينها بنية القضاء وليس بنية 6 من شوال، فإذا نويتيها السنة تكون سنة، يعني لو كان إنسان أتى وصلى تحية المسجد
لصلاة الفجر، هل سقطت الفجر؟ لا تسقط الفجر، تجب الفجر عليه، فهو نواها سنة دخول المسجد أو سنة الفجر. إذن بالنسبة لكونك قد صمتي اثنين وخميس تطوعا، هل تكفي عن القضاء؟ لا تكفي، لابد من نية القضاء، لابد في الأعمال أن تكون مصاحبة للنية. شخص تصدق بدينار، بعد ما تصدق يقول هل يحتسبها زكاة؟ لا يجوز، لابد عند الإخراج تكون قد نويتها زكاة. يقول السلام عليكم، هل احتفظ في ملابس أمي الميتة؟ بعض منها مو كلهم. بالنسبة للملابس التي لها قيمة، هذه تعتبر من التركة، فإذا تنازل أهل المتوفى أو ورثة المتوفى لأحد الأشخاص ما في معنى. ما يقوم به بعض الناس اليوم من رميها أو توزيعها مباشرة، لا، هي في الحقيقة تعتبر من التركة لأن لها قيمة، مهما يكون هي لها قيمة، فلذلك يكون لها قيمة وتوزع كما توزع التركة بالضبط طالما أن لها قيمة. فإذا أراد الإنسان أنه يحتفظ بالرداء أو بالثوب لوالده لوالدته المتوفى، لا ما في مانع، تحتفظ بذلك. وكذلك بالنسبة للحلي، تحتفظ الأسرة بحلي الأم المتوفى، ما في مانع، هذه كلها من الذكرى التي يمكن يحتفظ فيها الإنسان، وقد تلبس إذا كانت حلي في بعض المناسبات، كل هذه الأمور جائزة ولا إشكال فيها بإذن الله. وهذه الآثار التراث، التراث هو ما يكون من الآدمي، الشريعة الإسلامية ليست تراثا وإنما هي تشريع من الله سبحانه وتعالى. فالتراث ما هو؟ التراث هو الذي يصنعه الإنسان، كتابه هذا تراث، أما القرآن هو تشريع، السنة تشريع، ما أقوم به من كتابة، ما أفعله من ما أجمعه من مال ما ونحو ذلك. لذلك قال تعالى ويأكلون التراث أكلا لما، أي هذا المال ونحوه مما يتركه الآدمي. فأي تراث لهذه المرأة يمكن الاحتفاظ به ولا إشكال في ذلك، فإن كان ذهبا فإنه تؤدى زكاته كل سنة ولا يرمى ولا يتم التخلص من كل شيء، وكأنهم يعني كأنه فيه شؤم ونحو ذلك. لا، هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن خدم غير مسلمين؟ الإجابة قلناها بأنه لا يجوز. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مال أو يجب طعام؟ ذكرنا الخلاف في هذه المسألة على قولين في الجمهور، أي أكثر العلماء أنه يخرج عينا ويجوز أن يخرج نقدا عند بعض الفقهاء. هل يجوز الصلاة في الطائرة وكيف نحسب الوقت الصلاة، وخاصة ممكن الدولة التي نصلي قبلها ساعات كثيرة؟ نعم، الصلاة على الطائرة أو في الطائرة، صلاة في على الراحلة أو على السيارة، كلها جائزة لا إشكال في ذلك. إذا كانت المشكلة الوقت فأنت تتحرى الوقت إذا كانت قد أشكل عليك الأمر، ممكن أنك تستعين. فالعبرة في الوقت بحسب ما ترى أنت من شمس، فتنظر بالنسبة لك، تنظر إلى الشمس هل هي قد غابت أو لم تغب وهكذا. فبالنسبة لي الظهر والعصر ونحو ذلك أنت تجمع، فقبل المغرب تصلي، قبل غياب الشمس تصلي الظهر والعصر، أو متى ما رأيت الشمس قد زالت عن كبد السماء أي وسط السماء فلك أن تصلي الظهر والعصر. إذن نعم يجب عليك أن تصلي إذا خشيت أن يفوتك الوقت. خالتي عندها زوجها ولده مريض، هل يجوز إعطائها لأنهم محتاجين
وعادي تكون نقدا او فلوس. نعم يجوز اعطائها ويجوز ان تعطينها نقدا. فهكذا بالنسبه لزكاه الفطر اليوم ممكن انها تعطى نقدا وتعطى لفقير. وعليكم السلام، انا عندي 1000 دينار، كم زكاه مالها؟ واذا كنت اني تاركها للطوارئ زكاتها 25 دينار. حتى لو كنت تاركها للطوارئ فتجب الزكاة. نعم عليها زكاة، نعم عليها زكاة. حكم الدول الدمى، الألعاب للأطفال يكون لها وجه وملامح، وبعض الدمى يكون فيها حتى تفصيل الجسم، ما حكم شراء الأطفال؟ جائز. وهذه من المسائل التي ينص عليها الفقهاء نصا أنه لا مانع شرعا من شراء الدمى للأطفال. ومن الأمور التي استوقفتني أنني وجدت بعض العلماء يراها ضرورة، ضرورة لهذه الأطفال، فهم يرون أن اللعب بالنسبة للفتيات خصوصا فإنها ضرورة، يعتبرونها كذلك. القول الذي يترجح أنها جائزة ولا إشكال فيها، ولو كان فيها الملامح. هذا بالنسبة لي للأسئلة. انظر إلى الأسئلة التي وردت على الهاتف الذي يتبع وزارة الأوقاف. يقول: كلما أفكر في شيء عرف شخص آخر فكرتي، هل أنا مسحور؟ لا، يعني فأنت ممكن يكون ما تفكر به هو تفكير طبيعي، كل يفكر بهذا التفكير، فهذا ليس علامة بأنك مسحور. هل يجوز إخراج زكاة الفطر لابن متزوج امرأة والمرأة حامل وعاطل عن العمل وأيضا إخوانه، ولا يجوز أن يعطوه زكاة الفطر؟ نعم يجوز إعطاؤه زكاة الفطر ولا إشكال في ذلك. هل الأذان في منطقة غرناطة وجابر الأحمد والمناطق المجاورة لهم حتى الوصول للجهرة يختلف توقيتها؟ نعم هناك اختلاف يسير خصوصا بالنسبة للجهرة، أما بالنسبة للمناطق القريبة كغرناطة فهناك احتياط إن شاء الله ما في. بالنسبة لغرناطة هؤلاء أذانهم مع الأذان عندنا في الذي هو توقيت المعلن في الدولة، ليس فيه زيادة. بالنسبة لجابر الأحمد وبالنسبة للجهرة هناك فارق يسير، فلذلك طلب منهم بأن يتأخروا على نحو دقيقة ونحوها. تقول: كنت قد دفعت فواتير المستشفى لزوج خالتي الذي توفاه الله منذ بضعة أشهر على أن يرد المبلغ. أبلغتني خالتي الآن أنها لن تستطيع سداد المبلغ نظرا لأنها ليس لديها أي مصدر دخل، والميراث يكاد يكفي سداد ديون زوجي المتوفى التي تراكمت عليه في مرضه، وأبناؤه ذوي الدخل محدود. هل يجوز احتساب هذا المال الذي دفعته مسبقا من مال الزكاة الذي من المفترض أن أخرجه هذا العام؟ لا. ذكرت هذا الخلاف قبل قليل، وإن كان ولا بد تعطيهم المال وهم يعطونك أو لا يعطونك، فلا يجوز بهذه الصورة. هذا السائل يقول: أسأل الطلاق في حالة غضب شديد والمرأة حائض يقع، أنا لا أجيب على حالة وإنما كحكم عام، الطلاق في الغضب الشديد الذي لا يعي فيه الإنسان ما يقول لا يقع، وإذا كان يعي ما يقول يقع، والطلاق في فترة الحيض يقع على قول جماهير العلماء والمذاهب الفقهية الأربعة، فإنه يقع وهذا هو القول الراجح. نعم وقع الخلاف بين العلماء لكن الراجح أنه يقع. تقول السائلة: كلما أدعو ولله الحمد على من ظلمني شفت كم رؤية خاصة الفجر، ومن رؤية شفت أن أكل وفجأة تطايرت من الأكل أوراق. بالنسبة للرؤى دائما نحن يعني لا نقوم بتفسيرها،
في مجالس الفتوى، فمجالس الفتوى مختلفة عن مجالس تعبير الرؤى. فلذلك نعتذر من الأخت الكريمة لأن هذا مجلس إفتاء. كم أقل مبلغ تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ إذا حال الحول على، أنا أعطيكم المعادلة، إما أن تكون 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، أقل النصابين من الذهب والفضة. بعض المعاصرين أخطأ وقال لا اعتبار الفضة، لا، الراجح هو أقل النصابين من الذهب والفضة. واليوم الفضة نزلت قيمته يعني نسبيا، فتعادل بالدينار الكويتي تعادل 90 دينار تقريبا، هي 300 دولار. إذا كان الإنسان عندما يزيد عن ذلك فاضل عن حاجته ومن يمون وليس عليه ديون، نقول أخرج 2.5%، يعني كم سيخرج على 100 دولار؟ دولارين ونص، فشيء يسير، وهذا أقل ما يقدمه في سبيل الله. أقل مبلغ تجب فيه الزكاة، نبي رقم وحساب نتواصل في سؤال. ممكن، أنا لا أعرف حقيقة الرقم، لكن المفروض أنه يكون قد أعلن في الموقع، فأطلب من وزارة الأوقاف وهم يتابعون الآن مشكورين القائمين على هذا البرنامج أنهم يقومون بالتواصل معك إن شاء الله. تقول إذا طلعت ملابس أمي وما أدري أنهم يكونون ورث، توني دريت شنو أعمل لأني حلمت حلم قالوا بأن أسأل أهل الفتوى. بالنسبة لمن أخرجت وتصدقت بها تستأذن من الورثة، فإذا أذنوا لا إشكال في ذلك. إذا كان أحد غير راضي فممكن تعطينا بما يعادل نصيبة من هذه الملابس بتقدير قيمتها. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مال؟ نعم يجوز، على قول من قولي العلماء، وهذا قول قوي ويستدل بالحديث، فرض رسول الله بمعنى قدره. الزكاة زكاة المال، المبلغ حال عليه الحول يقسم 40، ممكن يعني 2.5%، يعني نقسم على، يقسم على 40 أو غيره، نضربه في 2.5% يطلع لنا. هل يجوز أخذ تورق من البنك للتوسع والتجارة؟ لا مانع من ذلك، ولكن أنا لا أنصح. هناك فرق بين الحلال والحرام وبين النصيحة، فأنت بالنسبة لك يجوز أن تأخذ تورق وتتاجر، لكن كن حذرا، لأن لا أعرف أحدا قد دخل بذلك واستفاد، لكن إذا أنت شعرت هناك فائدة فلك ذلك. الشيخ، على كثرة الدعاء نطلبه استحي من ربي إذا لم أرتب الكلام، هل يتم القبول إذا لم يكن الكلام مرتبا؟ نعم، بالعكس، يعني كلما خرج من القلب فإن الإنسان يكون أكثر خشوعا، وبالنسبة له يكون في صدقه مع الله سبحانه وتعالى فيما يسأل. فلذلك يعني لا يشترط أن يكون بلغة معينة أو بلهجة معينة، فأهل الكويت يدعون، في الهند يدعون، في أمريكا يدعون، الكل يدعو الله سبحانه وتعالى من المسلمين، فالله يدعو بكل، فالله يستجيب لكل من يدعو بكافة اللغات. هل يجوز الدعاء في السجود والتحيات؟ نعم يجوز الدعاء في السجود بعد الذكر سبحان ربي الأعلى، فيجوز كذلك في التحيات. أنا ألبس الدشداشة بدون خيلاء، هل أحتاج التقصير؟ جماهير العلماء قالوا، جماهير سلف الأمة، أن الذي يجر توه من غير خيلاء لا إشكال في ذلك، وهناك من قال بأنه لا يجوز. هل المرأة تعد صائمة إذا رأت كتلة دم قبل موعدها الشرعي؟ إذا كان نفس الدم المعروف المعهود بصفته يعتبر حيضا، إذا كان لا يشابه المعهود فلا يعتبر حيضا. ما هو أقل مبلغ تجب فيه الزكاة؟ 300 دولار كما ذكرنا. أخطأت في صيغة الدعاء والدعاء انعكس من دعاء بالخير لا بالشر من غير قصد، هل يقبل الله تعالى بالنية؟ نعم،
قصة الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، فالله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على أخطائنا وإنما يحاسبنا على ما في قلوبنا، فأنت أخطأت لا إشكال في ذلك. يقول قد طرح لديكم وهي أن الذنوب والمعاصي في نهار رمضان تنقص من أجر الصيام. سؤالي هو أن الذنوب منها كبيرة ومنها صغيرة، فليس الأولى إذا كان السؤال غير محدد أن نقول تبطل الصيام؟ الذنوب إذا كانت الذنوب عبارة عن أكل وشرب في نهار رمضان فإنها تبطل الصيام، أما إذا كانت الذنوب بشكل عام فهناك من قال ببطلانها. عائشة رضي الله عنها كانت تقول ببطلان الصيام، وتستدل بحديث فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لكن جماهير العلماء أنه يكون قد نقص أجره وخدش صومه ولكن لم يبطل. ما هو حكم صلاة العيد في البيت؟ يمكن قد مر عليكم بعض اللغط في هذا الأمر. صدرت الفتوى من هيئة الإفتاء في دولة الكويت، وهي هيئة معتبرة وفيها جمع من الفضلاء والعلماء، فأفتوا بمشروعيتها في المنزل، وتصلى على كيفية صلاة العيد. أول ركعة 7 تكبيرات ويجهر بالقراءة الفاتحة وسورة، والثانية 6 مع يعني متضمنة للرفع من السجود ويجهر في القراءة ودون خطبة عيد. كيف قضاء الصلوات الفائتة؟ متى ما ذكرها الإنسان فإنه يقضيها على صفتها، فطافت صلاة الظهر يصليها 4 وهكذا. ما هي علامات رضا العبد؟ رضا الله على رضا الخالق على العبد، علامات أن يوفق الإنسان إلى عبادة، كلما وفق إلى عبادة معناته أن الله تعالى تقبل منه، فهذه من التوفيق، ولا شك بأن الرضا يظهر على الإنسان. صام في بلد وسافر لبلد آخر وصام 28 يوم، لا يكون الشهر 28، أقل شيء 29، فيقضي يوما واحدا. عبير تقول شيخ ربي يجزيك خير، إذا خليت عيالي يكونون في الإمام في صلاة التراويح بنية أني أعلمهم، وهم صاروا يسابقون في الصلاة وعمرهم أصغر 7 سنوات. طالما 7 سنوات صلاته صحيحة ويمكن أن يأم في الصلاة، من يوصل 7 سنين ممكن يأم في الصلاة، فلا إشكال طالما أنه يقرأ الفاتحة بشكل سليم، يقرأ السور بشكل سليم، ممكن يكون إماما ولو كان ابن 7 سنين. إذا كان في أي سؤال أو نختم. لم يصل لي أي سؤال من الهاتف الخاص بي فتونت، فأشكركم على متابعتكم، إن شاء الله أتواصل معكم في الغد، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.